كاميرا هي الاسم المشتق من الكلمة العربية قمرة، وهي حجرة مظلمة يدخل إليها الضوء عبر ثقب علوي صغير، والتي سميت فيما بعد صندوق الدنيا، وهي كاميرا الحسن بن الهيثم البصري، مخترعها الأول والمؤسس الأول لمبادئ علم البصريات. جاء بعده الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، واضع مبادئ علم البصريات الحديث. العالم العربي شهد أول عرض سينمائي لأفلام لومير في الإسكندرية في 5 نوفمبر عام 1896 في بورصة طوسون بالإسكندرية، وتم افتتاح أول سينما في مصر وفي العالم العربي في الإسكندرية، وهي سينماتوغرافي لومير، منتصف العام 1897. ووصل إلى الإسكندرية المصور الأول لدار لومير بروميو، الذي تمكن من تصوير ميدان محمد علي بالإسكندرية، ويعد هذا أول تصوير سينمائي لبعض المناظر المصرية تم عرضها بدار سينما لومير. واعتبر شهر يونيو 1907 هو بداية الإنتاج السينمائي المصري، حيث قام المصوران الإيطاليان عزيز ودوريس بتصوير زيارة الخديوي عباس للإسكندرية، وتوالى بعد ذلك إنتاج الأشرطة الفيلمية التسجيلية. في 30 أكتوبر من العام 1917 أسست أول شركة سينمائية في مصر باسم الشركة الإيطالية المصرية للسينما، وأنتجت الشركة فيلمي شرف البدوي والأزهار المميتة، شارك في تمثيلهما محمد كريم. المصور الإيطالي أورفانيلي أنشأ استوديو سينمائي وشرع في إنتاج الأفلام القصيرة، وفي عام 1919 استعان بزميل له يدعى لريتشي ليخرج له فيلم مادام لوليتا، وقام هو بالتصوير وقد شارك ببطولة الفيلم فوز الجزائري. في عام 1924 وصل إلى الإسكندرية شابان فلسطينيان قادما من تشيلي، وهما إبراهيم وبدر لاما، وأصل اسم عائلتهما الأعمى من مدينة بيت لحم في فلسطين، وانضما إلى جماعة أنصار الصور المتحركة التي تحولت بعد ذلك إلى شركة سينمائية عرفت باسم مينا فيلم، وضمت كل هواة الفن السينمائي بالإسكندرية. وفي عام 1927 أخرج إبراهيم لاما أول أفلامه قبلة في الصحراء، وهو فيلم صامت ويعد أول فيلم روائي عربي قام ببطولته بدر لاما، وقد تكلف إنتاجه 5000 جنيه مصري وطوله 7 فصول. ومن بيت لحم مهد السيد المسيح تبدأ الرواية. بيت لحم الأساسي مدينة كنعانية، وأطلق عليها اسم بيت الخبز أو بيت اللحم، وهي أفراطة باللغة الكنعانية القديمة. بعد ولادة المسيح كانت قرية صغيرة عدة بيوت فيها، وتعاقب عليها شعوب عدة وحضارات عدة. بيت لحم كمان تاريخيا مقسمة إلى 7 حارات. حارة الفرحية هي من أكبر الحارات، وفيها عائلات عدة. عائلة لعمة من العائلات الكبيرة في المدينة، والعائلات الكبيرة وفي جزء منها كبير في تشيلي. في سانتياغو تشيلي مليانة أعمى، وين بجي خطرة جا واحد من تشيلي بسأله كيف، قال وين ما تتضعتر في أعمى، يعني بالطب في أعمى غاد كد ما فينا من دار الأعمى غاد. وواحد من اللي هاجروا كان اسمه عبد الله إبراهيم سعيد الأعمى، في عام 1890 راح استقر هناك وتجوز تلحمية كانت موجودة هناك اسمها ليزا سارة من دار سارة، وتجوزها وجابت له عيسى وبدر وإبراهيم. إبراهيم وبدر بيكونوا أولاد عم أبوي لزم. أبوهم عبد الله إبراهيم الأعمى بيكون أخو سيدي اللي هو يعقوب إبراهيم الأعمى. أنتم موجودين اليوم في مكتب رعية اللاتين بيت لحم، هي مسؤولة عن كل العائلات في بيت عائلات اللاتين في بيت لحم. في السجلات الموجودة عندنا بدأوا يسجلوا من سنة 1620. هلأ عندنا العائلات نسجل هون الولادة، تاريخ الولادة، العماد، التثبيت، الزواج والوفاة. هلأ عندنا هون ضال أعمى عبد الله إبراهيم سعيد اللي عنده عيسى وبطرس أو بدر وإبراهيم، هم 3 إخوة. هون هي عبد الله متجوز بتشيلي ومتوفي سنة 1917، والأم متوفي في القاهرة. هلا بطرس مذكور عندي التثبيت تبعه ثبت في بيت لحم،
طيب بتاريخ 26/4/1914 اللي هو بدر، وكانوا عايشين في بيت لحم بالبيوت هذول اللي ورايا. وعلى درب الآلام هاجر التلحميون إلى الأمريكيتين بعد تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي إبان الحكم العثماني، يحملون منتوجات الأراضي المقدسة كالتحف الصدفية والمسابح والصلبان والأيقونات وتحف خشب الزيتون، فانتشرت أخبار الرواد والثروة التي أصابوها انتشاراً كبيراً. كمان اللي شجع الناس يروحوا إنه صار يسمعوا قصص غريبة عجيبة عن العالم الجديد، فنلاقي التلاحمة إنه من أوائل الناس كانوا تجار يجولوا العالم كله. في المهنة الأساسية كانت، واللي أغلبهم كان في الزراعة وفلاحة الأرض، والقسم الأساسي كان عمل بمهنة الحرف التقليدية، التذكارات الدينية أو المقتنيات التقوية للتعبير تبعها، من صلبان ومسابح ومن حجر موسى، وأصبحت بضائع يعني رائجة للتصدير إلى الخارج. بس صار في معارض دولية في أمريكا، وكان السفر عن طريق يافا، لا في ترينات ولا في اليوم زي اليوم بواخر اليوم، يسافر عن يافا ويطلعوا في البابور، نقول عنه في البابور، ومن هناك إلى مارسيليا، المينا مارسيليا، من مارسيليا يأخذوا سفينة أكبر إلى أن يصلوا إلى الولايات المتحدة البلاد الجديد. في عندك معرض شيكاغو 1893، وجودهم بشيكاغو حطهم على اتصال مع كتير من المكسيك من إلى آخره، اللي أخذوا انطباعات إيجابية عنهم، جايين من الأراضي المقدسة من مولد السيد المسيح، فبدهم يشتروا التحف إلى آخره، وشجعوهم إنه ليش ما تيجوا عندنا على بلادنا. نجحوا التجار المهاجرين الفلسطينيين في إثبات وجودهم بالعمل وبالاستثمار الاقتصادي وما شابه ذلك، لذلك صار عندنا أكبر جالية من بيت لحم موجودة في تشيلي. فالجالية الفلسطينية كانت في تشيلي مهمة، طبعاً الجالية الفلسطينية في تشيلي الآن مهمة جداً. وبعدين انتهى الحكم العثماني وأجى الحكم البريطاني، وكثير من اللي موجودين اللي هاجروا من الفلسطينية قرروا يوم الأيام إنه خلص يا عمي بدهم مش يضلهم في الهجرة، بدهم مش يضلهم، بدهم يرجعوا وطنهم. هلا لما أجوا يرجعوا وطنهم بالألاف، بريطانيا قالت لهم وقفوا، فش ترجعوا على الوطن، بتكون أنتوا أولا تركتوا البلاد ومعكم الباسبورت العثماني. قانون الجنسية احنا بنعرف إن الإنجليز أساسا الانتداب الإنجليزي إنما وجد لخدمة هدف واضح جدا، ألا وهو إنشاء وطن قومي لليهود والعمل على تسهيل كل شيء لهم. وظلت بريطانيا حاطة عراقيل عودتهم، وبعدين في آخر الأمر يأسوا وظلهم في البلاد اللي هم فيها. عبد الله الأعمى والد الأخوين لاما إبراهيم وبدر هو العصامي المكافح باقتدار، وهو فكرة المؤسسة الأولى التي بنى عليها الأخوين لاما إمبراطورية السينما الأولى في العالم العربي. بدأ مشروعه بافتتاح محل لبيع أدوات التصوير في تشيلي، الاختراع الجديد الذي جذب الأخوين لاما إلى عالم السينما. عائلتنا نحن عائلة الأعمى، لما يكتبوها بالإسبانيولي ولا بالإنجليزي يكتبوا اللاما، بعدين شالوا الأل ضلت لاما، صاروا بدر إبراهيم لاما. وكانوا يقولون لاما تراكم من حرف العين لا يستقيم باللغة الإسبانية، والأرجنتين التشيلي لغتها إسبانية، فيقول بدل لاما 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 وهكذا. لكن هناك فريق ظل من العيلة يسمى الأعمى. عبد الله بعد الحرب العالمية الأولى مرض، فأجا مصر، جاء مصر أبونا يتعالج، والظاهر أنه كان وضعه خطير جدا، فأجا بيت لحم ومات في بيت لحم. ما بيت لحم ورجعوا بعدين مرته وكل الأولاد رجعوا، والأولاد رجعوا تشيلي، وهلا في تشيلي عيسى توفى الكبير، توفى بعرش أي عمر كان لما توفى، بس إنه الأولاد اللي هم بدر وإبراهيم طوروا عندهم اهتمام بقضية التصوير. ولد إبراهيم لاما في تشيلي عام 1904، وعمل كمصور هاون، وكذلك أخوه الأصغر بدر الذي ولد عام 1907، عمل كمساعد مخرج في فيلمين قصيرين، ولكن الحنين إلى الأرض أمنا الأولى شدتهم إلى فلسطين المهد والوعد، فسافرا عام 1924 عائدين إلى فلسطين، وتوقفا في الإسكندرية وأبحرا في عالم السينما.
وكانوا يفكروا هم متحمسين تعرف للوطن، متحمسين للوطن بالرغم انهم مدنيين هناك، بدهم يرجعوا يخدموا وطنهم بهدف ان يضعا خبرتهما تحت تصرف فلسطين يعني بلاد. كانوا بدهم يجوا لبيت لحم يسووا استوديو وللافلام ولهذا، فنزلوا على الاسكندريه لان كان لديهما معدات سينمائيه للتصوير وبعض الاكسسوارات، احتاجا ان يركبا الباخره. المركب دخلت ميناء اسكندريه، فهم الاثنين بذكائهم نزلوا اتفرجوا على اسكندريه. هم لما جم بدر وابراهيم اول ما دوروا عليه في اسكندريه دوروا على جورج سارة. جورج سارة من برضو من بيت لحم وولاد عمهم برضو، وهو اتسمى اسم سارة على اسم والدته، لكن هو اصلا من عيلة لعمة. وابتدوا من عنده يتحركوا، يعني اول واحد عمل شنط حريمي في مصر هو جورج سارة، كان مورد الحضر الملكية سنة 23. كان هو بيدخل القصر الملكي يسلم الشغل بتاعه. أبوه كان جمركشي، كان بيشتغل في الجمرك. أبو جورج ألفريد لعمة. نزل معدات الاستوديو طبعا، وابتدوا يحضروا يعني هم يعني انهم يشتغلوا، عايزين هم يعملوا استوديو تصوير الأول، ما عملوش استوديو سينما، عمل استوديو تصوير عند سينما عند مسرح الهامبرا اللي كان بيستضيف الفرق الأجنبية كلها بتاعت الباليه وبتاعت الأوبرا. اسكندرية كانت مستقبل لعدد كبير من الجاليات، استقبلتهم واحتضنتهم. اسكندرية مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط، كل الأغنياء والشخصيات والكتاب والفنانين ده كانوا ينتقلوا إلى اسكندرية بالصيف. هي اسكندرية زي ما تقولوا إيه، هي كانت بتلم دايما كل أهل الفن. هي مدينة متعددة الألوان والحضارات والثقافات والأديان، بس يغلب عليها الطابع اليوناني، يعني الطابع اليوناني بالذات لكل الأحياء العصرية اللي هي كان في حي الرمل كان وجزء من حي محرم بيه، كانت كلها يونانيين يعني يسكن فيها. طبعا مع اليونانيين ومع الأوروبيين كانوا الأغنياء المصريين، فاسكندرية كانت هذيك البلد الأقرب إلى أوروبا شكلاً والمتعددة الحضارات، وبالتالي موضوع السينما والمسرح كانوا مهمين جداً فيها. السينما عندنا في اسكندرية طبعاً كان عندنا طبعاً أشهر السينمات، عندنا سينما كوزمو، كان برضو عندنا هنا أدينا يمكن إحنا في محطة الرمل، كان عندنا طبعاً سينما مترو في بداية آل الشارع، وكان في سينما أمير موجودة فين؟ في باب سدرة، يعني في بدايتها كانت موجودة في نهاية شارع راغب ناحية باب سدرة. برضو جنب سينما الهامبرا سينما فريال، وجنب منها طبعا كان في سينما ستراند. سنويا كان تيجي عليها أهم فرق الباليه الأوروبية، الفرق المسرحية الأوروبية، كان يجي كمان الباليه الهندي، ويجي البولشوي الروسي، يعني كانت مكان ل ثقافة فنية متقدمة جدا يعني. وكان عندنا سينمات صيفي، يعني كان عندنا سينما محرم بيه في شارع محرم بيه، وكان جنب منها سينما لوتس. كل المسارح في القاهرة كانت تنتقل إلى الإسكندرية على الشاطئ، على الكورنيش اسمه الشاطئ اللي على الشارع اللي على البحر، كان كل المسرحيات اللي لعبت في طول الشتاء والربيع في القاهرة تيجي على تعاد اسكندرية، وأحيانا كانت تبدأ في اسكندرية في الصيف وبعدين ترجع في الشتاء على القاهرة. طبعا من هنا اسكندرية جذبت مين؟ جذبت بدر لاما، وجذبت إبراهيم لاما أخوه. طبعا إبراهيم طبعا هو المخرج وبدر هو الممثل. بعدين كانوا وقتها بيدوروا على مكان يعملوا فيه استوديو سينما، لأنهم جايين يعملوا سينما
مش جايين يعملوا تصوير، عملوا فيلا كانت بتاع واحد من الناس الأكابر دولة، وكانوا أخدوها منه وعملوا هم الاستوديو حواليها، لأن منطقة فاضية خالص ما فيش فيها حاجة. يعني من أول من آخر الترام لغاية الآخر ده ما كانش فيه حاجة خالص، كانت فاضية ما كانش فيها ولا الهواء، كلها كان بدو وأرض صحرا خالص. عملوا استوديو باسم أولاد لاما، والاستوديو طبعا بدأوا يصوروا طبعا كل الحاجات اللي هي اللي موجودة عندنا هنا أو بتصور في اسكندرية طبعا. هنا طبعا بدأ طبعا أبناء القاهرة طبعا يجوا طبعا يصوروا فينا عندنا هنا في اسكندرية، وابتدوا يعملوا كوادر سينمائية. طبعا ساعدهم على كده أن كان في أجانب كتير في مصر، مالطيين وإيطاليين وفرنسويين، وكان في جريج وأرمن. وصاحب المشروع الأساسي هو إبراهيم الأخ الأكبر، وهو عقل سينمائي، عقل مخرج. أما بدر فإلى جانب هوايته في السينما فيتميز بالوسامة، وهذا العمر المطلوب بالنسبة إلى سينما الشباب الذي سيصبح يقابل ما اصطلح عليه فيما بعد بجو بروميير، أو بالعربي الفتى الشاشي. أنتجوا أول فيلم روائي عربي في اسكندرية، هو فيلم قبلة في الصحراء. الفيلم دوت كان من إنتاج وإخراج إبراهيم لاما، وكان بطولة أخوه بدر لاما، ودوت تم تصويره في فيلا في فيكتوريا هنا في اسكندرية. كان فيلم صامت، ما كانش فيه صوت. إخراج إبراهيم وهو صاحب فكرة القصة، بطولة بدر لاما وبدرية رأفت الفتاة المصرية التي تعرف عليها، وأنور وجدي كان شابا يعمل في المسرح. وخلال عملهما في هذا الفيلم كانت هناك فنانة مصرية تعد لمشروع سينمائي أيضا، هي عزيزة أمير. عندما سمعت المجموعتان الأخوين لاما من جهة وعزيزة أمير من جهة بأن هناك منافسا، أصبح الجميع يتسابق من يأتي بالفيلم الأول. بين قبلة في الصحراء للأخوين لاما وليلى لعزيزة أمير جدل حول الريادة، ولأمانة التاريخ فإن لمصر أم الدنيا الريادة في عالم السينما واحتضان المواهب والكفاءات، وللأخوين لاما الريادة في إخراج وإنتاج وعرض أول فيلم روائي عربي الذي عرض في سينما الكوزموغراف بإسكندرية مصر في 5 مايو 1927، فيما عرض فيلم ليلى لعزيزة أمير بدار سينما متروبول في قاهرة المعز بمصر يوم 16 نوفمبر 1927، مما جعل العام 1927 عام مولد السينما الروائية المصرية. وفي ناس طبعا بيعتبروا الفيلم الآخر عزيزة أول فيلم، هو الفرق بينهم شهور. بداية السينما المصرية كانت هي عزيزة أمير. عزيزة أمير بدأت أنتجت أول فيلم مصري، كانت المغامرة بتاعتها سنة 27، وهو يعتبر أول فيلم في الإنتاج المصري في الأفلام الطويلة. أولاً ما هي البداية؟ عرفت كيف؟ بدك تعتبر أنه البداية هي الإنتاج المحلي. يعني مثلاً بداية السينما المصرية هي أول فيلم مصري بالكامل، يعني إنتاج مصري، مخرج، فنيين مصريين. الآن السينما نوعين، عندك الوثائقي، السينما الوثائقية أو الإخبارية كما كانت تسمى، وعندك سينما الروائية. هلأ الأول فيلم روائي طويل في مصر مثلا بالعام 27، لكن أول فيلم تسجيلي 1907. لكن طبعا الشهرة بتروح دائما للفيلم الروائي. وفي ناس طبعا بيعتبروا القبلة في الصحراء أول فيلم مصري، أول فيلم روائي مصري. ويقول جورج سادول المؤرخ الفرنسي، أول فيلم عربي يراه الجمهور على الشاشة الكبيرة يعني هو فيلم قبلة في الصحراء للأخوين لاما، هو إلى حد كبير محاكاة لأفلام فالنتينو تداك الوقت مشهور كتير إلى آخره، والصحراء والحب، ما فيش قصة اجتماعية كتير اللي انتقدوهم بشدة، وحتى كانوا بيعلقوا عليه أنه هو أول قبلة في السينما المصرية
كانت لبدر لاما، ف يعني كانت اول قبه بيعتبروه، هو كان بيعتبروه يهودي مش فلسطيني يعني. فبالتالي بالنسبه لناس كتير ما كانوش كتير متاكدين اذا هو اصلا عربي ولا اصلا هو جاي من امريكا اللاتينيه يعني. وهذا لذلك احيانا في التاريخ بالغلط بحطوا انه هدول يهود ولا هدول اوروبيين او غيرهم. لكن بعد كده طبعا تاكدت هويته يعني، وبقوا نجوم كبار يعني. الفيلم بالمعنى الانتاج هو مصري صار يعني، حتى عندما ياتيه من المصريين فنانين من سوريا او تونس او يعني مثلا ستيفان روستي هو ايطالي ولكنه من الايطالي الاسكندريه يعني، فريد الاطرش مثلا هل تكلم غير المصريه بالسينما، وعبد السلام النابلسي وهو فلسطيني بالمناسبه، في قبول للاخر يعني. ان نحن نثبت التاريخ ولا نتنافس على الرياده، لانه الرياده بالمعنى التاريخي لمصر طبعا. أهم في هذه القصة إن فيلم الأخوين لاما لم يكن بيض الديك، بدليل إنه استمروا بالمشروع. وكان طبعا الفيلم طبعا صامت، مجموعة أفلام اتعملت في الفترة دي كلها كانت صامتة لحد أول فيلم ناطق 32 كان أولاد الزواج بتاع يوسف وهبي، وبدأت الأفلام الناطقة بعد كده. قلت ساعتها بخط بالرصيف لرصيف، خلاص كان حيدوسني لولا إنه اللي بيسوقوا فرد بغاية الصورة كان شاب حلاوة صغير كده. بعد كده انتقلوا في عام 1930 إلى القاهرة لما بدأ الموضوع يتوسع، وأنتجوا أفلام عديدة وأسسوا استوديو لاما. هم نقلوا على القاهرة على أساس يعملوا استوديو أكبر، ومجال السينما هناك أوسع، صالات السينما والحاجات دي كانت أكتر. في مصر اشتروا أراضي وبنوا الاستوديو، كان استوديو صغير عندهم، فعملوا استوديوهات مش استوديو واحد في حدائق القبة. بدر وإبراهيم كان بيتهم جنب الاستوديو تبعهم في حدائق القبة، كان هناك الاستوديو تبعهم. والاستوديو دوت كان وائد جدا في إنتاج الأفلام وفي تصويرها. الاستوديو أنتج عدد كبير من الأفلام. هم كانوا أخذوا فيلا في حدائق القبة وقعدوا فيها إبراهيم وبدر وسمير وعاشوا فيها، وكان الـ 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 هي ملتقى الفلسطينيين اللي موجودين في القاهرة باستمرار كانوا بيتقابلوا هناك. رحبوا فينا وقعدنا عندهم أكم من شهر. بعدين بنت عمتي ميري مرقص كانت دايما عندهم، أخذت المصور ريشار سلامة، كان مصور الأفلام تبعهم. كان ريشار سلامة بكون ابن عمت أبوي من بيت لحم، كانوا عايشين في مصر. مرت بدر كان اسمها جوزيفين سركسيان، بالاسم الفني كانت اسمها بدرية رأفت. صباح الخير يا بدرية. صباح النور. اتفضلوا، احنا رجعنا من السماء وعم الشيخ فاضل تلقانا. يا زينة يا شرف أخلاقك، جبتوا جبنا اللي مثلنا. إبراهيم كان مخرج الأفلام، وبرضه ابنه سمير عبد الله الاسم الفني كمان، الاسم السينمائي بتاعه كان اسمه سمير عبد الله، ومثل كذا فيلم باسم سمير عبد الله. ومرات كنا نروح نحضر الافلام اللي يعملوها، فمنهم شفنا حسن فائق وشفنا تحيه كاريوكا وشفنا دول. في فاجعه فوق الهرم مثلت فاطمه رشدي محمود، وفاطمه بتحب التمثيل، فمن هنا فاطمه بدات تركب موجه التمثيل. فطبعا كان اول يمكن افلامها على الساحه كان فجعه فوق الهرم. فجعه فوق الهرم كانت احد الافلام اللي هي البدائيه طبعا، فمن هنا طبعا كان اشهر افلامها كانت على الساحه فيلم ايه حبايبي، فيلم العزيمه طبعا، كلنا طبعا ما ننساش الفيلم ده. وحضرتك تتحجج بالشغل، وابصر قابلت مين وكان ورايا ايه، وتعبان الليله يا فاطمه وملزوم اخرج حالا، عندي معاد عندي معرفش ايه. وعي محمد.
وأمينة رزق مثلت في كليوباترا وقيس وليلى ورجل بين امرأتين مع بدرية رأفت. أمينة رزق كانت لسه شابة طلعت معاه في فيلمين كليوباترا أظن وقيس وليلى. بدر كان هو بيمثل الأفلام لكن هو كان مشكلته الصوت عنده كان مسرسع شوية ضعيف فكانوا بيستعينوا بممثلين تانيين عشان يقول أفلام بتاعتهم. استطاع فيلم معروف البدوي الذي أنتجه الإخوان لاما أن يكون بمثابة افتتاح لمدرسة السينما البدوية بالأفلام. معروف فيلم الفارس الأسود وعنتر وعبلة وسلسلة كبيرة من الأفلام البدوية التي أنتجت في مصر ليس للأخوين لاما وإنما صارت مدرسة يعني لكن الذين قصوا الشريط الحريري يعني بدأوا بهذا هن الأخوين لاما. إبراهيم بدأ يجيب أصوات مين؟ أصوات نادرة، نادرة أمين عشان تغني برغم أن نادرة كانت بتستعمل أو بتخلي مخرجين أجانب غير بدر وأخوه إن هم يظهروا معاها في الأفلام. كانوا يمثلوا كل الأفلام اللي مثلوها معروف البدوي، البدوية الحسناء، نداء الدم، وحيدة، الهارب. الحقيقة هم لما ابتدوا يشتغلوا يعملوا هذه الأفلام كانوا دائما يفكروا نفسهم يعملوا فيلم عن بيت لحم لكن هن أتوا إلى فلسطين عام 36 وأنجزها فيلما يعني وشكل من الأشكال دين وطنهم عليه. حضرت له وأنا صغير فيلم الهارب اللي مثله في بيت لحم في 36 أنا كان عمري 6 سنين هذاك الوقت. فكرة فيلم الهارب يعني أنجزها في بيئة فلسطينية يعني طبعاً لم تكن القضية الفلسطينية مثيرة أو مثارة في وجدان العالم لأنه النكبة جرت عام 48. هلا الهارب بحكي عن مرحلة كتير صعبة علينا نحن في فلسطين اللي هي الفرارات تجنيد إجباري والشباب بهربوا بفروا فبيجي الجيش العثماني للكل قبض عليهم. أكثر وقتهم كانوا إبراهيم وبدر في دار أبوي يعيشوا عنا وفي دار عمي جودة كان يجي مع عبد السلام النابلسي وكانت الممثلة معهم فاطمة رشدي وكانوا يلموا كل شباب بيت لحم مثلوا معهم في الفيلم في بيت صحور. أنا بفطن يعني أكثر إشي اللي هو ابن عم إلنا كان مثل معهم وغيره مش فاطن كان اسمه سليم جليل الأعمى. مثلت مع أختي ماري في بيت صحور. التصوير صار في مركز الشرطة اللي كان مبني على زمان تركيا لأنه مثلوه كيف على زمان الأتراك. أنا لحقت يعني بعرفوا مركز الشرطة هذا اللي هو سنتر بيس اللي هو مركز السلام الموجود الحين هذا مركز الشرطة كان. خلصوا الفيلم وراحوا على مصر ومش الفيلم اشتغل فيلم كتير كتير حلو. بعدين أجا إبراهيم وبدر في الأربعينات جوانا مرتين ثلاث أجا بدر في 43 هانهوت ومرته. لم تكن فلسطين جرحا نازفا بل ينابيع شفاء مقدس فقد تعرف الفلسطينيون مبكرا على عالم السينما وأرسل الأخوة لومير بعثة للتصوير فيها عام 1896 وانتشرت بها دور السينما مطلع القرن العشرين كونها بؤرة تنوير وفكر ووعي. ويعد فيلم يوميات محاكمة درايفوس لجورج ميلي أول فيلم يعرض في فلسطين وتحديداً في فندق يوربا بالقدس عام 1900 وكانت أول دار سينما افتتحها مصريون في القدس عام 1908 هي دار أوراكل. وفي عهد الانتداب البريطاني شهدت فلسطين زيادة ملحوظة في ظهور دور العرض السينمائي وفي الثلاثينات انتشرت في المدن الفلسطينية الرئيسية مثل القدس ويافا وحيفا مجموعة من صالات السينما المجهزة التي كانت تعرض الأفلام المصرية والأجنبية
وكانت محاولة إبراهيم سرحان عام 1935 تصوير زيارة الملك سعود ابن عبد العزيز ولي العهد آنذاك الشرارة الأولى لعالم السينما في فلسطين. الأخوان لومير لما يعني بدأوا في عملهم أرسلوا مراسلين لمختلف بقاع الأرض. هلا من الأفلام اللي صوروها في فلسطين هو محطة القطار في القدس. كل منطقة فلسطين حيفا يافا كله كان في سينمات موجودة بتعرض الفيلم المصري. كنا نروح على القدس على سينما ريكس في شارع البرنسز ميري في القدس اليوم اللي احتلته إسرائيل وأخذت أملاكنا. هناك كانت سينما ريكس تحط الصور تبعات الأفلام على الصور تبع بيتنا. وكان ابن عمنا يوسف سلامة صاحب السينما. كنا نروح دائما حضرنا له فيلم كليوباترا ورابحة وصلاح الدين الأيوبي. أشوف السينمات الفلسطينية الموجودة ممكن أجيب وفرجك. دي كل المستندات اللي بتغطي الفيلم المصري، توزيع الفيلم المصري في فلسطين. يعني دي كل المستندات بتغطي الفيلم المصري في فلسطين. المراسلات بين صاحب السينما أو اللي بيدير السينما والمنتج المصري هنا عن طريق الموزع اللي هو بهني. الأسماء اللي هي كانت فين موجودة في فلسطين، العائلات اللي كانت ماسكة إيه السينمات، هو واحد اسمه كان خواجة فايق كنعان صاحب سينما الحمراء بيافا، والدجاني. عندنا طبعا القدس سوق البازار كان فيه فيها سينما موجودة هناك، ده سنة 39. كان يعني في فلسطين كان في دور عرض سينمائي، كان في مسرح، كان في فنون، كان في يعني ابتدى في تشكيلات فنية، في إبداع ثقافي ابتدى. هلا كان في مجموعة من التقنيين اللي بيشتغلوا في مجالات مثل تصليح ميكانيك وتصليح آلات عرض، فاهتموا بالسينما من خلال مهنتهم. فأحدهم كان إبراهيم سرحان اللي صور زيارة الملك سعود. يعني هذا يعتبر يعني زيارة الملك سعود للقدس أول فيلم فلسطيني، كان فيلم تسجيلي. كان في أيضا محمد صالح الكيالي، كان مصور فوتوغرافي، سافر لإيطاليا درس سينما ورجع لفلسطين على أساس يصير يعمل أفلام. كان الكيالي كان وكان بيافا كانوا بيعملوا يعني فعلا الرواد الفلسطينيين في السينما كان همهم أن يصنعوا شريط سينمائي. هلا المشكلة إنه كان أرض فلسطين يجيها يعني مراسلين سينمائيين من أوروبا، من يعني من الخارج، وبيصوروا. يعني ما كان في مشكلة، المشكلة كانت بالنسبة للفلسطينيين المواضيع اللي ممكن يصوروها قليلة محصورة، الموانع أكثر. وصوروا أفلام تسجيلية كثيرة، وفي أفلام وثائقية، أفلام أبيض وأسود، لكن مع الأسف هذه الأفلام كلها اختفت. كان في تعليمات على الطوارئ تمنع تصوير مثلا أي مظهر عسكري، أي مظهر في عنف، أي جندي، أي مظهر ممكن يعتبره الحاكم العسكري فيه إخلال بالأمن. كان كل الأفلام المصرية الجديدة بعد أول مرة تعرض فيها في القاهرة، رأساً بعدها تيجي الأفلام على يافا، ومعها المخرجين والممثلين والممثلات يبقوا أثناء العرض الأول ويوقعوا للناس على أوتوغراف. أنا طبعاً لما خدت الأرشيف بتاع بهنا فيلم ظهر منه طبعاً إيه التوزيع في فلسطين، كل مجموعة سينمات فلسطين من 31 لحد النكبة، كل السينمات اللي كانت موجودة في فلسطين. في التوزيع طبعا فلسطينيين عرب يونانيين كانوا بيوزعوا على السينمات دي. أسماء السينمات طبعا موجودة، مستنداتها موجودة. بالتالي يعني أنا أذكر مثلا يوسف وهبي وعزيزة أمير كانوا يجوا كل سنة، يعني أنا أذكر سنتين ثلاثة،
وكانوا يقعدوا في بيت خالتي يعني، فبالتالي كنا نشوفهم بشكل مستمر، ليلى مراد وطبعا بدر لاما وكوكا اللي اجوا على فيلم رابحة اللي كان فيلم المفضل يعني. الافلام الاولى اللي بدات في الانتاج في مصر المجموعه بتاعت بدر لاما اللي بداوا في الاول فاطمه رشدي، يعني افلام مصر وصفها بالاولى في الثلاثينات والاربعينات كلها كنت بتعرض فلسطين، وكان بتعقدوا عليها مقدم وفي الفيلم بدا تصويره، فكان في العقود موجوده عندنا في بدايه التصوير بتعاقد عليه قبل ما ينتجوا بسنه بست شهور بخمس شهور لمساعده في انتاج الفيلم. دور العرض السينمائي التي انشئت في مدينه يافا انشئت تقريبا مع نفس دور العرض اللي تم انشائها في القاهره يعني، وحملت اسماء مصريه زي مثلا سينما فاروق، سينما الرشيد، سينما الحمراء. كان فيها السينما الحمراء الوطنية اللي هي كانت السينما الكبرى في يافا. خالاتي الثلاثة متزوجين من يملكوها للسينما، فايق كنعان وراشد كنعان وموسى الحسيني، وكانت السينما الحمراء الوطنية في يافا رخام وسجاد عجمي وستاير مخملية حمراء وسينما فاخرة، وكانت خشبة تبعتها ستيج مسرح وسينما، بالتالي كان يجي فيها عبد الوهاب يغني، أم كلثوم جت غنت فيها. الفيلم لما يكون لفلسطين كان 450 جنيه انجليزي، 150 استرليني يعني في الوقت ده، لما ياخد فلسطين وسوريا ولبنان وفلسطين مع بعض يبقى ب 1000 جنيه انجليزي الفيلم. مثال لي ابو ظريفه اليد السوداء زوجها بالنيابه بتاع اسيا، يعني ده اللي بدينا ايه الوقت والسعر كان ايه في الوقت ده. كان في دائما ناس في حقل التوزيع السينمائي، طبعا تحكي عن جبرائيل طلحمي. جبرائيل كان منتج كمان، كان منتج، كان موزع. طلحمي فلسطيني برضه، فلسطيني برضه، موزع ومنتج ومخرج. كان في عندك انور الشيخ ياسين في لبنان، كان في الطاهر محمد الطاهر، يعني من اكبر اصحاب دور العرض السينمائي في الاردن ومن أكبر الموزعين للأفلام السينمائية. لكن يافا كانت متقدمة فنيا. مدينة يافا كانت مزار للشعراء، للأدباء، للفنانين، للفرق المسرحية. إذاعة يعني الشرق الأدنى كانت في يافا، كل هؤلاء الرواد اللي كانوا في الإذاعة، كان في منهم من لبنان، كان في منهم من سوريا، كان من العراق، من الأردن، من مصر، وكان في الرواد الفلسطينيين اللي هم محمد الغصين، عبد المجيد أبو لبن، صبحي أبو لغد، غانم الدجاني. بالعام 1945 إبراهيم سرحان كان عنده طموح ليعمل سينما، متأثر بشكل خاص بالأفلام المصرية، أسس ستوديو، أسس شركة اسمها استوديو فلسطين، وأعلن عن يعني الرغبة بإنتاج فيلم روائي طويل، لكن هذا العمل لم يتحقق. إذن يعني العمل الوحيد اللي عرفنا عنه هو الفيلم التسجيلي أو الوثائقي عن زيارة الملك سعود للقدس. طبعا في الوقت ده احنا لقينا طبعا أول إثبات لفيلم فلسطيني أمنيتي. أمنيتي فيلم فلسطيني بامتياز، وهو أول الغيث اكتشفه جامع أرشيف السينما مكرم سلامة من دهاليز التراث المفقود فردوس الفلسطينيين الذي تعرض للشطب ومحاولات الإلغاء، وهو الفيلم الذي أخرجه صلاح الدين بدرخان، فأصبح فيلم أمنيتي أول فيلم روائي فلسطيني في عالم السينما. أنتجته شركة أفلام الجزيرة عام 1947، ولعب بطولته وديع حبش وشهناز ووجيه بدرخان والمطرب جميل العاص، ووزعته وكالة الجاعون بالقناة.
القدس، ومنحت شركة الإنتاج حق عرضه لمصر لمدة 5 سنوات مقابل 25 جنيها فلسطينيا حينها. ومن الجدير بالذكر أن دليل السينمائيين المصريين يذكر أن أول فيلم روائي فلسطيني أيضاً بعنوان حلم ليلى عام 1946 هو الفيلم الذي حققه المخرج صلاح الدين بدرخان عام 1946 الذي يقال أنه عرض في كل من القدس ويافا وعمان. وبعدين زيارات الفنانين الكبار زي محمد عبد الوهاب، زي أم كلثوم، فريد الأطرش، حفلاتهم المستمرة. يعني أنا بحكي مع ناس كتير بيصدقوش إنه كانت أم كلثوم وعبد الوهاب ويوسف وهبي وعزيزة أمير ومحمود زلفقار ييجوا على يافا لافتتاح أفلامهم. أنا متذكر فيلمين بالذات يعني اللي أنا شفتهم، فيلم رابحة اللي بدر لاما وكوكا، وفيلم قيس ليلى. فيلم رابحة اللي هو من إخراج نيازي مصطفى وكوكا وفي استوديو مصر مثلوا، هذا الفيلم الوحيد اللي مثلوا بدر لاما في غير عن استوديو تبعهم. أذكر فيلم رابحة أول مرة البطل كان في حادث وراحوا يطخوه وتهيأ لي إنه ما كان عمري 7 سنين يعني، وإنه هو مات، وبكيت في السينما خوفا عليه أو حزنا عليه، وكنا قاعدين في المنطقة اللي فيها بس ستات وولاد، كان في بنوار منطقة اللي بس ستات وولاد فيها، فكل الستات إجوا على أمي إنه مسكين صار له خضة. في الواقع بدر لاما كان واعد جدا في أفلام فيها الشجاعة والحرب والحب. أنا رحت على طبرية كان عمري 17 سنة قبل ما احتلوها، قبل 47 رحت مع رحمة أبوي وعمي على بسان لأنه قلنا أراضي في بسان، وكانت هناك مركنا من طبرية كان فيلم رابحة يلعب في طبرية. صحيح صورة رابحة خلصت؟ فين هي؟ رابحة؟ انت هنا؟ وانا لفيت الدنيا بدور عليكي. انا بك احب ابن الصحراء، كله مغامرات وهيك شيء. ابن الصحراء كان هذا الفيلم من أروع الأفلام وجاب إيرادات خيالية، هو هذا اللي عمل أسطورة بدر لاما وإبراهيم لاما الهبوب. لك قلب زي القلوب؟ طبعا، واسم الهبوب كان بطولة بدر، لأنه بدر كان فارسا، كان بيركب الخيل، كان بيلعب بوكس، كان رياضي نشط. وبدر كان بالنسبة إلي على رأي المصريين الشجيع، يعني ال بتحب الوقت عنده يعني الفكر السينمائي موجود داخله. وإبراهيم كان كمخرج ومونتير، ويعني كان الإدارة عند إبراهيم لاما. من الأفلام اللي أنتجها زي فيلم كليوباترا وحكاية قيس وليلى وعدد كبير من الأفلام الكوميدية والاجتماعية، لكن هذه الخلطة مدني على بدوي على خيالي على هذا أنجز، هذا الشيء اللي ما يسمى مقدمة السينما العربية. ليه؟ لأنه هم كانوا يكتبوا كمان عندهم ميزة عندهم ميزة الكتابة، وهذه ميزة الكتابة طبعا هم دليل أنهم كانوا الاثنين مثقفين ثقافة عالية ودراساتهم كانت السينمائية عالية جدا، بل وصل بهم الطموح انه نعمل فيلم صلاح الدين، وهي مغامره كبرى، خطوه في المجهول، لانه بمعدات بسيطه وكمبارس قليل كيف تعرض الحروب الصليبيه صلاح الدين، يعني الحروب الصليبيه بده يكون في مجموعات كبيره وخيول واكسسوارات، هكذا كان. فالامر كان هي له شرف المحاوله، بس فكرة صلاح الدين
تعني بيت المقدس، تعني هذه المناطق اللي هن أصولهم منها. إبراهيم كان شوي عصبي، بدر ما كانش عصبي، كانوا الاثنين كويسين. بدر كان رومانسي أكثر شوية، إبراهيم كان عصبي جدا، وكان عصبي جدا وكان عنيف عنيف، وما كانش يشيل هم حاجة، بياخد مواقف على طول. يعني كان أكثر طيش، كان بيعمل حاجات طيشة كتير جدا، ممكن يستخدم المسدس، ممكن يستخدم حاجات كده في شجار، في خناقات، في حاجات زي كده، بس كان يتخانق كتير. سمير كان طالع عنده نفس العصبية دي، بس بشجاعة، مش بتهور. هما كانوا غاويين مغامرات، وخاصة لما كبر سمير بالذات، سمير كان عنده حب المغامرة أكثر منهم كلهم. آخر يوم في تصوير فيلم البدوية الحسناء عام 1947 كان آخر يوم في مشوار بدر لاما السينمائي، حيث شعر في نهاية التصوير بقبضة الحديد والنار تطبق على صدره، وتلقفت قلبه زوجته بدرية رأفت التي جلبت له طبيب العائلة، ونقل بعدها إلى المستشفى حتى فاضت روحه إلى بارئها يوم 11 إبريل 1947. وسكت القلب الجميل عن الكلام بعد 19 عاماً من العطاء السينمائي الفذ. قدم خلالها 22 فيلماً من بطولته وإخراج شقيقه ورفيق دربه إبراهيم. فخسرت السينما العربية أول أبطالها وروادها المؤسسين التلحمي الفلسطيني بدر لاما. آخر فيلم له البدوية الحسناء ما حضروش. في عنا في بيت لحم أبنوه، بالألاف أبنوه في سينما بيت لحم، كانت سينما قاعة كبيرة، وعملوا له تأبين طويل عريض، وكان الله يرحمه أيوب مسلم أبنه وكتار، والكل حزن عليه، الكل حزن، والواحد عزيز وغالي علينا. بس يقولوا بدر لاما يطلعوا على الأفلام تبعهم. لا تشربين هذه المرة، بعمل حالي دوخان وانت تفوقيني. لا لا وحياة ربك، لا تعمل دوخان وإلا يجي يفوقك معي. انت عارف العرب يا مهيوب أهل المروء. بدر كان عنده 4 بنات، واحدة منهم توفت وضلوا الثلاث تانيين. لما مات في سن صغير هنا، طبعا حبيبتنا جوزفين اللي هو اسمها الحقيقي اللي هي بدرية، بدأت طبعا تبتعد عن الساحة الفنية شوية، فطبعا من هنا بدرية رأفت. يمكن كان فيلم اللقاء الأخير هو يمكن آخر الأفلام للفنانة بدرية رأفت. إبراهيم ترك مصر في عام 1948 بعد حرب فلسطين، وعاد تقريبا بعد سنة ونص. بدر لاما توفى قبل إبراهيم، وكانت بدرية رأفت مراته، فكان في يعني خلاف بين الاثنين، مين اللي يمسك الأفلام، مين اللي وزع، مين اللي وزع. عاصفة النار أتت على عاصفة في الربيع عندما اندلعت النيران في أحد أقسام الاستوديو الذي كان سمير لاما فيه يشرف بنفسه على مونتاج فيلم القافلة تسير، آخر أفلام شركة لاما مع مدير التصوير رشاد سلامة، فأحرقت الأخضر واليابس وأتلفت نيجاتيف فيلم عاصفة في الربيع في الوقت الذي كان فيه القافلة تسير، فتوقفت عن السير وتحولت إلى رماد مع كل الأفلام الموجودة في الاستوديو. مش مرة واحدة، مرتين صار حريق عندهم. آخر مرة صار التماس كهربائي، اتحرق الاستوديو، وبعدين طبعا حزنوا جدا لأنه كل اللي هم عملوه في حياتهم كله راح في الاستوديو. راحوا 4 أفلام لسمير عبد الله، كنز السعادة، والحلقة المفقودة، سكة السلامة، عاصفة في الربيع.
واسع، صخور ورمال، ما فيش أي حس ولا حركة. اللي تأثر طبعا أكتر بالموضوع كان إبراهيم، إن إبراهيم عاش فترة أطول، فكان بس عايش كان تعب جدا وماليا ومعنويا، كان قعد فترة تعبان. إبراهيم بعدين صار عنده مشاكل عائلية وبعدين توفى الثاني. ولم تكتف النار بما أتت عليه، بل دبت نار الخلاف بين إبراهيم لاما وزوجته حتى تركته، فنخره اليأس ودخل في أزمة اقتربت به من الانهيار العصبي، انتهى بانتحاره بطلقة في الرأس بعد طلقتين في قلب ورأس زوجته حين رفضت العودة إليه ليلة 14 مايو 1953. فعادا معا إلى السماء وخلفا وراءهما ديونا متراكمة على استوديوهات التصوير حتى أغلقت بالشمع الأحمر، وانفرط بذلك عقد أسرة لاما، حيث اضطرت بدرية رأفت أرملة بدر لبيع الاستوديو لسداد الديون، ولم يبقى من العائلة إلا سمير لاما ابن المخرج إبراهيم. أنا حبيت سمير جدا 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 يعني، وهو حبيني جدا، ويعني كان كان صديق لي. بعدين مش ابنهم سمير ابن إبراهيم كان يجي يقعد هنا بثلاث أشهر شهرين، كنت أروح أنا وياه بالبسكليتات على برك سليمان، نضلنا رايحين جايين. سمير أجا وقابلني هنا كمان في الدكان، أجا عندي في الدكان وسألني إذا أنا فاطمة أو لا، يعني بعرفه ولا لا. كان يمثل الأفلام اللي خطرة، كان عنده فريق اللي يمثلوا وين في مثلاً مناظر خطرة أو هيك مسائل، هو كان اللي يمثل فيها. هو سمير لما إجا إلى بيروت إجا مع المخرج فاروق عجرمة اللي عمل فيلم القاهرون، وكان سمير مسؤول في العمل إضافة إلى أنه مثل هو دور مسؤول عن الخيالة، هو بيركب حصان فارس، يعني فارس زي أبوه، يعني كان يستعين فيه فاروق عجرمي كمساعد كمان للإخراج ومساعد بإخراج المعارك. قعد في بيروت طبعا هو مدة، يعني اشتغل في بيروت، وكنت دائما أشوفه وأطمن عليه. العقد هو جاه نسخة. سمير خد روح المغامرة دي حتى بعد ما بطل سينما وتعب من السينما، فكر يعمل رحلات السفاري دي. سمير راح على ألمانيا وكان يشتغل يعمل رحلات زيارة للصحاري وللغابات في إفريقيا. فحتى كان بيقول أنا اللي عايز يشوف الموت بعينه يشوف ويرجع تاني يجي معايا. فكان ناس كتير جدا غاوية مغامرات وغاوية بتاع، فكانوا بيطلعوا معاه ويروح مثلا بحر الرمال الأعظم ويبقى ماشي بالعربية، هو حافظ السكة بالضبط. لاما هي اللفظة اللاتينية للاسم الفلسطيني الأعمى، وهي عائلة إبراهيم وبدر الأعمى التلحميين الفلسطينيين أبناء عبدالله الأعمى اللذين ولدا في تشيلي، وعبدالله اسم للمسيحيين والمسلمين ولا يستخدمه اليهود في أسمائهم. هذا تنويه لسد الباب على بعض المحاولات التي وردت في كتاب طبع حديثاً فيه افتراء على الأخوين لاما بأنهم صهاينة، حتى تم تنسيب لاما إلى الاسم اليهودي لاموس. للأسف صرنا نسمع بعد مدة مش كتير بعيدة إنه بدر وإبراهيم كانوا أصلهم يهود. بدر وإبراهيم مش يهود، بدر وإبراهيم مسيحيين من بيت لحم فلسطينيين أصلهم. كتب إنه هذول الأخوين لما أصلا يهود، وإنه اسمهم إبراهام وبدر لاموس، وهذا كلام مضحك، لأن يعني الأخوين لاما هني من بيت لحم وأهلهم بيت الأعمى، لا تزال أسرة موجودة إلى يوم الناس هذا. وولادك عربي؟ أنا عربي، ابني عربي مثلك كمان يا بدرية، واسمي مهيوب ابن قبيلة العواجل. أوغستين لاما تقريبا هو رائد الموسيقى العربية الحديثة، يعني هو ابنه باتريك لاما أحد أهم عازفي البيانو في باريس الآن. بعدين ليش سيدنا ياسر عرفات أعطاه مشهد هاي؟
لأنهم فلسطينية من أب وجد فلسطينيين. مع بداية التسعينات أتينا على الراحلين جميعا، يعني وضعنا أوسيم باسمهم، سمى أطلقنا عليه اسم وسام القدس الثقافي والفنون والأدب. فكانت أول مرة في القاهرة، وكنت أنا يعني إلي شرف أني قدمت الأسماء، وكان يعني كتير كنت سعيدا ومزهوا بأنه ذكرت الأخوين لاما وفي مصر. عام 2004 توفي سمير لاما في ألمانيا، ووصى بدفنه في مصر التي ولد وعاش فيها، وطوى بموته صفحة الأسرة التي صنعت للسينما المصرية والعربية الكثير، ولكنه ترك اسم لاما نجما خالدا وساطعا في سماء السينما العربية. وكانت طبعا سعيدة جدا مراته أنه قدرنا نحقق له الرغبة بتاعته في أنه يجي يدفن في مصر. هو المدافن بتاعت إبراهيم وبدر كانت في القاهرة. ككثير من الأفلام الكلاسيكية وخاصة معظم الأفلام الصامتة المصرية ذهبت مع رياح الفقدان والضياع لعدة أسباب، منها رداءة التخزين وعدم إيداع المنتجين نسخ أفلامهم لدى مؤسسة السينما الرسمية، إضافة إلى حرائق استوديو مصر واستديوهات لاما وحريق القاهرة عام 1952 الذي أتى على أكثر من 40 من دور العرض السينمائي والأفلام في مستودعاتها. وأفلام الأخوين لاما الموجودة لا تتعدى أصابع اليد، يحتفظ التلفزيون المصري بفيلمين منها على الأقل، وربما اشترت شركة روتانا بعض الأفلام. وضمن اهتمام شركة الصوت والضوء والسينما بحفظ وصيانة التراث السينمائي المصري، تم ترميم عدد من أكثر الأفلام ندرة، منها فيلم الضحايا من إخراج إبراهيم لاما. الشركة عندنا بتقوم بتوزيع وحفظ وترميم الأفلام، بنمتلك مخزن كبير جدا للأفلام مصمم على أحدث التقنيات الحفظ العالمية، مخزن فيه حوالي 3000 ما بين الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية. قد إيه كانت الشركة لها دور مهم جدا في ترميم وفي حفظ التراث السينما المصرية. فيلم الضحايا إخراج إبراهيم لاما، وده برضو اترمم في الضحايا. أيوة إخراج إبراهيم لاما. حضرتك هذا الفيلم موجود اهو بعد القلب بتاعته وتغيير. هذا الفيلم تم ترميمه يعني واشتغل بعد كده. حاولت لكن النسخة تبعت الفيلم الهارب لأن أختي كانت تمثل معهم كمان ما لقيتوش. الأفلام الأصلية اللي هو النيجاتيف بتاع الأفلام أنا وغيري مش عارفين نروح فين. لو صح لي كل أفلامهم أشتريها بجيبهم، مصح ليش؟ يعني أنا بعتبر بدر وإبراهيم لاما هم العلامة الأولى في تاريخ السينما الفلسطينية، رغم أنهم طبعا هم ما عملوش أفلام عن فلسطين، لكن كانت دائما أحاسيسهم لو اتفرجنا على الأفلام اللي عملوها كانت يعني مقاومة الطغاة، يعني مقاومة الظلم. أنا بعتقد أنه كان بالإمكان أنه فلسطين تنتج جزء مهم من الفن العربي. يعني طبعا كارثتنا حرمت جزء من فنانينا من الفرصة، وإن أعطت الفرصة لآخرين، بس ما فيش عدد كافي يوازن التوقع اللي كان موجود لتعرف الفلسطينيين مبكرا جدا على السينما والمسرح وعلى الموسيقى والغناء والفنون بشكل عام. لو لم تحدث النكبة لكانت فلسطين عاصمة الفن والسينما والثقافة والإبداع، فلسطين ككل.